مرحبا حلوين، كيفكم؟ حبيت اطلع احكي لكم شو اللي صار معي هالفتره. مبدئيا كنت بالعقبه واجا خبر انه عادل رضا مسافرين، فرجعت قبل بوقت شوي عشان الحق اقعد اشوفهم. وسافروا امبارح، ما قدرت انزل شيء لانه شوي هيك الوضع ما كان تمام، وغير انهم سافروا وكنت كثير تعبانه. وبس عشان هيك ما زبط اني انزل كثير. غير هيك ان شاء الله رح نرجع نلتقي، يعني كانت كثير صعبة وكثير صدمة، بس لا يعني انه اخر مرة رح اشوفهم ان شاء الله، يا انا بروح يا هم بيرجعوا. وبس يعني مش عارف شو بدي احكي، خلص رح اصير ارجع انزل ستوريات. وهلا حاليا كثير عم بصير اشياء معي بدي انقل من الفندق، ف زي ما كنت بحكي هلا عم بطلع من الفندق راح انتقل على شقة. ان شاء الله راح اصور لكم هيك فلوج اعرفكم على شقتي الجديدة، وراح اتابعكم معي بحياتي وشو عم بصير معي، وبالتصوير اللي عندي اياه هلا ان شاء الله راح يكون اشي كثير حلو. ففي اشياء كثير حلوة، وبموضوع الاغنية كمان هي نعم نشتغل عليها كمان حترجع. وش كمان؟ بس والله بحبكم، اشتقت لكم. يلا باي. انبطح بطني، صرت هيك عم بطير. هي آخر تجهيزات الغرفة. مبدي طبعا رضا ترك نص أغراضه، شنطة كاملة له هون. راح أترككم عندي عشان نرجع نتلاقي. شكرا عشان نسيت نص أغراضك هون. تذكر لما كنا نضل نعمل هيك؟ لا مش فاهمة يعني شو قصدكم؟ شعري مش كيرلي انف؟ عجبكو يعني؟ مش لعاد شو الفلافل المتفلفل هاي؟ بس عشان يثبت صح؟ هسه شوي بدي احطك بس بالزيت عشان لهفات اليوم. الان مرحلة قتل الأجر بس قتلتين. حس حالك كروش. قتلتوني خلاص. شكرا شكرا.